سرى عبالي مرى لخيالي سرى وجع السنين لفوا بالحنين وجع السنين لفوا بالحنين أنا من وراء جفا وناس من دفا ما بتعرف جفا من نبع الوفا عطفوا هالحمل وجع السنين لفوا بالحنين وجع السنين لفوا بالحنين لنا معدنهم الماس معدنهم الماس شربوا من الكاس شربوا من الكاس شربوا من الكاس شربوا من الكاس وجع هالسنين السنين لفوا بالحنين لناس من ورا لناس من ورا لناس من ورا با 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 عمي أبو حازم هي مفتاح البيت عملنا له تنظيفه دق له بيرقص يسلموا ايديك يا طارق اذا اعطاني اكراني اخذها للملا لا تاخذي بس اذا اصر معلش خدي الاستاذ فواز اكابر وكريم والكريم بتاخذ منه سؤال تاني تفضل عليش اذا طلبت وظيفه لهذا صهري العواطلي الحمار جوز بنتي انا بسالك يا اذا بيوظف عنده عميل خلص ليك لك فكره أنا راح أسأله فإذا بيقدر يوصفه تكرم عيني ها وصل وصل ألو أهلين أستاذ فواز يلا جايك أنا إيه ما بيوظف حمير ضلك على طول تجيك دخلة على اليسار بتشوفني ناطرك بأولة شفتك 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 أهلا وسهلا أهلا وسهلا شرف اهلا وسهلا بالاستاذ فواز عزبناك معنا يا ابو حازم ولو هاد شرف لالي انت اخ عزيز تسلم هون البيت هذه هي البنايه هون البيت شرف تفضل يلا والشناتي هلا بيجي شب ياخذهم بطالع الشب تفضل يا هلا ابو حازم تفضل شكرا ما إلك بالعادة ما تروح تسليم البيت يا ستي حسيت أبو حازم حابب يتمع الأستاذ فواز لحاله يعني حابب يبيض وش قدام مديره وهذا من حقه تخيلي حتى عقد البيت عملته باسم أبو حازم مو باسم الأستاذ فواز طالما أبو حازم مهتم بالأستاذ فواز كتير شو رأيك تبعت له صحن حلو مدلل أول شي بتبيض وشك تاني شي بتكسب أبو حازم لصفنا بتعرف كلمته ما بصير تنتين بالبناية
بيني وبينك عم أفكر بشي أحسن وأوجع من صحن الحلو. شو؟ اسمعي لقلك، إن شاء الله كل ما شفت همام ولا أمه رح تنتمزي وتعملي لي إياها قصة وسيرة. سارة شبنا، كل اللي عم بسألك يعني ليش نزلوا لعندكم؟ يا حبيبتي عادي عادي، القصة عادية، نزلوا لعنا هو أمه ليطيبوا له خاطره لأبي بعد قصة شمقرين الساحرة واللي عملته. تسمعي مني، شيليه من بالك ورميه ورا ظهرك. ليش شو شايفتيني عم بعمل سارة؟ ما عم تعملي شي، بس أنا حاسة فيكي. صدقيني سارة أنا تغيرت كتير، يعني بالجامعة ما عدت تعطيت معه، بعدين القصة سخيفة كانت بيناتنا ومرقت. أكيد أكيد. شو فكرتينا روميو وجولييت؟ بتعرفي هلأ فرحتيني بهالحكي. أنا مو قاهرني غير شغلة واحدة. شو هي؟ إنه كل اللي صار لأنه هنن شي ونحن شي. بلا غلاظة ولي، مو هيك القصة. أبو عمار الحقيقة حبيتك بناء على محبة أبو حازم لحضرتك، وعندي رغبة أتعرف على حضرتك. يا أهلا، تفضل تفضل. شرف شرف. شادي جوز ميس جارك، تفضل تفضل. أهلا أهلا شادي. مرحبا أستاذ فوز. أهلا مجود، تفضل. أهلا ماجد. وأنا تفضل تفضل. طاهر تفضل تفضل. لك قال لي ماجد على حكي أبو حازم هذا الزلمة إذا مسك التراب يصير ذهب. يا الله يا فاتن، حاج تحكي لي عنه، كل ما بتجيبي سيرته بتجاكر. معك حق، ما في أصعب من الرجال التنبل. بتعرفي أحيانا شو بيخطر ببالي؟ أني أتصل بأزينة من ورا ظهره وأطلب منه مصاري وأنا شغله. أي يعني حتى لو عطاكي أزينة المصاري من ورا ظهره لشادي، أنت بتعرفي تشغليه؟ وحياة الله، ايه حبيبتي بعرف، ليش حتى ما اعرف شو هي القصة كيميا؟ بعدين حتى لو ما كنت بعرف بستشير ناس هن بيعرفوا مثلك ومثل ماجد، وباخذ انا ارباحي على المرتاح. نحن جاهزين وما بيهون علينا زعلك انت وشادي، ولا يزعل منا طبعا. تسلمي لي ان شاء الله. تشربي شاي ولا اعمل لك ينسول بهدي لك اعصابك؟ انا كل شيء جمعته من مال كان من البورصة. بس على حد علمي ما في عنا بورصة. أنا عم بحكي على اللي جمعته برات البلد. أيوه. أنا حسب معرفتي بالبورصة إنه هي مثل القمر، مرة فوق ومرة تحت. هذا الكلام بنطبق على المقامرين والمغامرين. أما رجال الأعمال بيشتغلوا عن علم ودراية، هذا الكلام ما بنطبق عليهم أبداً. طيب عفوا أستاذ، هلا حضرتك يعني ما سبق وخسرت بالبورصة؟ طبعاً، تعرضت لخسارات كثيرة مو خسارة وحدة. بس اللي بيشتغل بأصول الخسارة بيقدر بيعوضها بأي وقت تاني. هلا أنا قضيت حياتي كلها بوزارة التموين، ما كان عنا هيك شيء. وبصراحة لما بتطلع النشرات الاقتصادية بيقلب أنا على أفلام كرتون. مريح راسك. بس هلا إذا جاي على بالك تجرب حظاتك فالفرصة مواتية. شلون؟ قلت لي شلون. أنتوا مالكم سمعانين عن البورصة على الإنترنت؟ هلا انا والله في واحد رفيقي قال لي انه لازم يكون عندك برات البلد رصيد، رصيد كثير منيح، ساعتها وانت قاعد ببيتك بتلعب بالاسهم. هذا هو، وانا هيك عم بشتغل. شو هالمعلومه الجديده هي استاذ فواز؟ يا ابو حازم القصه ما هي سر، انا عندي رصيد برا من زمان، وهي شغله البورصه مريحه ومربحه بنفس الوقت. يا إمار. يا أبو عمار اسمح لي أقول لك إنه هذا الكلام غلط. وقوموا معي هلا على اللابتوب تبعي لأفرجيكم وحدة من المواقع. شرفوا تفضل. يا شرفي. اشرب يا قلبي، اشرب يا حبي. شادي شو هال؟ مو على أساس ما عندك حساب بالبنك؟ لك هذا شيء وهمي، حساب تجريبي. هذا الموقع نظريا بيحط برصيدك مبلغ من المصاري مشان تتعلمي وتجربي، اذا عجبتك القصه بتحطي مبلغ حقيقي، يا بتكملي يا بتنسحبي. شغله سهله سهله كثير.
بس انا اللي شايفت انه عجبتك القصه. لك شنو عجبتني؟ ما عندي رصيد من اساسه. شو هالحكي؟ اذا القصه سهله هيك احكي مع أزينة خليه يفتح لك حساب. لك مو قصه سهله ولا مو سهله، السهوله تبعها وانت قاعده هون عم تتفرجي على التلفزيون، بالمطبخ عم تطبخي، عم تلعبي شده بتقلبي مصاريكي. لك انت هاد اللي هامك؟ لك ما بدك تتغير بس لانه الشغله سهله؟ انت ما بدك تتعذب بنو؟ بدك كل شيء يجي لعندك؟ الحق مو عليكي، الحق علي انا يلي حكيت لك. تنضل. ايه ليك ليش ما بنشوف حدا برا يفتح لنا حساب؟ شو؟ لا 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 مستحيل، انا هالقصة ما بتخرض مشطي بنوب، اذا ما شفت المصاري بعيوني قلبي ما بيطمن. مستقل شو يعني بورصة؟ نحن عنا ثلاث بيوت، ضربة واحدة بصيروا ست بيوت، مستقل فيها؟ حبيبتي لا تلاقي قلبك على الفاضي، انا شغلي ما بفهم فيها ما بشتغلها. يعني اسمح لي اقول لك انه انت كثير غلطان، بعدين مو انت بتحكي هذا الحكي. ما فهمت عليك، شو قصدك؟ لما بلشت تشتري بيوت وتأجرها كنت تفهم بالمهنه شيء؟ لا عيني، هذا موضوع ثاني تماما. انا لما بلشت اشتغل بالبيوت بعرف انه في عندي بيت اربع حيطان وسقف، يعني شو ما صار وشو ما خسرت مستحيل اخسر البيت. ايه عادي، يعني ليش انت ما بتتعلم مهنه جديده؟ حبيبتي خليني فهمك، كل شي حكاه فواز هذا اسمه رش انبوس، يعني اول شي بيخلوكي تربحي ولما بتطمني وبتربحي بتحطي مصاريكي وبيطيروا فورا المصاري. وليش ما فكر هيك الاستاذ فواز مثلا؟ معقولي حبيبتي عم بتقارنيني بواحد خريج اقتصاد وصل له 25 سنه بالبورصه؟ يا روحي يعني عادي تعلم منه. هي تكرم عينك، بس يفتح معهد او جامعه بسجل فيها وبتعلم. عجد ما عجد بلا مسخرة. لأنه أنت عم تحكي حكي من فوق الأساطير. ليش ما منتشارك معه؟ كمان قلي هذا الحكي من فوق الأساطير. شاركه؟ إيه؟ لا ستي، هذا الحكي من تحت الأساطير. بس ما يكون الأستاذ فواز تضايق من زيارته. بالعكس بيضوا لي وشي وحس الرجال قديشهم محترمين وبدهم يكرموه. طيب مو لازم نعزمه على الغداء؟ لسه في وقت، لسه في وقت، ما بدنا نخليه يحس على انه نحن اول ما اجى اهتمينا فيه وبعدين ملينا منه. طيب معقوله يوصل لهون وما يفوت على بيتنا؟ شو رايك؟ اي والله مو حلوه. تعرف يا ابو حازم؟ تفضل. عجبتني طريقة تعاملك مع جيرانك، حسيت حالي كأني بحارة قديمة. ما بتعرف يا استاذ فواز، هلا هن ناس كثير مناح، بس يعني لا تخلو الأمور من بعض المناوشات، بس بتضل تحت السيطرة. يا ابو حازم، الأخ هو وأخوه بتناقروا، المرأة هي وجوزها بتناقروا، بس المهم تضل الأمور تحت السيطرة مثل ما قلت. بتعرف إنك فاجأتني بقصة البورصة؟ انت لهلا بعدك بتشتغل فيها؟ طبعا البورصه بتربح ملايين. انا بعمري ما فكرت اشتغل بهيك مشروع، مع العلم انا خريج تجاره واداره اعمال. انت رجل موظف، لا تفهمني غلط، خليك موظف. مفهوم. في مليارديريه ما بيعرفوا بيقروا بيكتبوا، انت رجل موظف ورضيان، خليك موظف وخليك رضيان. ايه والله. لا تاخذ سيارتك، امشي روح معي بنكمل الحديث على الطريق، تفضل. بشرفك. تفضل. يلا. ليش ما رحتي على وظيفتك؟ شو بس ما رحت على الوظيفة؟ الليل كله ما نمتوا،
وانا عم فكر بحكي الاستاذ فواز عن البورصه. ايه لهالدرجه؟ لك ايه يا فاطين، اول مره بشوفه لشادي متحمس لهيك شغله. على عكس ماجد تماما. ماجد لما قلت له قال لي ايه وصفن فيها، بس لما رجعنا على البيت غير عقله وقال لي لا ما لي مصلحه. بدك الصراحه ما لي مطمنه شادي يشتغل لحاله. لك ما عنده خبره وما له خرج، بس اذا بيقبل فواز يشاركنا ما بخليه يتردد لحظه. كمان هي قصه تانية، بدنا نعرف فواز بيقبل يشاركنا ولا لا. لك بقولتي ماجد ما بده؟ ايه هو يصطفل. انا بدي. يا لعيونك، بتشاركيه لحالك بدون موافقه جوزك؟ ايه هو شو رح يعرفه؟ لا عم. وانا اللي فكرت حالي قويه وقت حالي، بس حبيبتي انا عند الجد ما بسترجي. لك ما بقدر اعمل شيء بدون موافقه جوزي. ايه بالاول لنعرف فوازي بيقبل ولا لا. الله يوفقك، لا تطرقينا عين. تعرفي مالنا غير ام حازم هاي، بدنا نسال عليها ابو حازم، لانه مو حلوه انتو تحكوا مع الرجال من راسكم لراسه. مزبوط، نحن مشان هيك جينا لعندك. هلا الصراحه في سؤال غاصه فيه. سؤال شو؟ هلا الاستاذ فواز عن جد هيك انسان ادمي ومحترم؟ ولو يا ميس، عيب تسالي هيك سؤال. اذا مو مصدقين حكينا روحوا اسالوا موظفين الشركه. لا 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 يا ابي الشم، شو هالحكي؟ نحن لا بنعرف موظفين الشركه وما رح نسال حدا. انت وابو حازم كلامكم بالنسبه لنا طابو. مزبوط، الاستاذ فواز من خيره الناس، يعني بعدين هو مو بحاجه انه يشارك حدا، زلمه مليان والله عطيه. يعني حتى لو كان المبلغ محرز؟ حتى ولو كان، بكل الاحوال هلا بس يرجع ابو حازم فيكن تسألوه وهو عنده الجواب. ام حازم معلش تخلي هالزيارة بيننا، مو ضروري ماجد يدرى. لا لا تخافي، يعني انا رح خبر ماجد، بس بجوز الاستاذ فواز ما يقبل يشاركنا، بيكون كل هالحديث ماله طعمه. هلا صحيح هي قالت انه انتو شي وهي شي، بس بصراحه حسيتها كثير مجروحه. يا جماعه ليش عم تلبسوني قصه انا مالي فيها؟ انا لو قلت لها البنت بحبك ايه، بس انا ما حكيت ولا قلت. يلا بكل الاحوال القصه مرقت وقدرت تبلعها. منيح، هذا الحكي بيريحني وبيطمني. ايه بس انت لازم تنتبه من اليوم ورايح. عشو؟ يعني أحياناً الشاب بيقول كلمة عن حسن نية ما له قصد فيها شيء، بتقوم البنت بتصدقها وبتبني عليها أحلام. مزبوط مزبوط. ومام لبنى كتير حساسة وطيوبة، حرام تجرحها. أمرك. بتصدقي سامية؟ اليوم ما عرفت اشتغل شيء بالشركة، كلام الأستاذ فواز كان عم يطن براسي طول الوقت. أصبح مو بس ميس وفاتن اللي عم يفكروا بالقصة. أنا ماني مستعد شغل ليرة واحدة مع حدا، حتى لو مع الأستاذ فواز. بس ما حدا حكى بتشغيل المصاري، انحكى عن الشراكة. شراكة شو؟ هاد اسمه تشغيل مصاري وبالقانون ممنوع. وليش لحتى يكون ممنوع؟ نحن لا عم نسرق ولا عم ننهب، مصارينا ونحن حرين فيهم. مزبوط، مصارينا وحرين فيهم، بس إذا وقعت الفاس بالراس شو نساوي؟ بدنا نرقد على المحاكم، وساعتها حصلي إذا ما تحصلي. هلا أنو فاس وأنو راس، نحن عم نحكي عن فواز. الأستاذ فواز من أنظف وأشرف عباد الله، وأنا الله وكيلك بكفله تماما، بس إذا عكست الظروف للأستاذ فواز ساعتها شو بيطلع بإيدنا؟ ما بعرف، أنا حكيت لك شو قالوا ميس وفاتن، وهي أنت طلعت عم تفكر بنفس القصة. صدقني يا أستاذ هي شغلة سهلة. طول بالك يا أستاذ شادي، لو كانت الشغلة سهلة كان كل الناس اشتغلوا فيها، ما كان حدا ضل فقير. مزبوط، وأنا مع هذا الرأي.
يعني هذا الحساب التجريبي بحسه بيضله فخ. أنا بهي مالي معك. الحساب التجريبي معمول بطريقة سهلة مشان العميل يقدر يتعامل فيه بسهولة، لأنه كلمة بورصة مثل البوبع بتخوف، بس الحساب التجريبي ما هو فخ. عفوا أستاذ، فيني أسأل سؤال لو في كترة غلبة وغلاظة؟ معناتها السؤال شخصي. مزبوط، شو عرفك؟ إذا ما خاب ظني رح تسألني قديش بربح بالبورصة. والله مزبوط. شوف يا أخ شادي، أنا ما بحط كل البيض اللي معي بسلة وحدة. ليش؟ لأنه ما بغامر. ما بحط كل البيض اللي معي بسلة وحدة، مهما كنت واثق من أسهم أي شركة رح تطلع، لا يمكن أشتري بكل المصاري اللي معي من أسهم الشركة. المصاري اللي معي بوزعها هون وهون، إذا خابت هون بدها تصيب هون، يعني بالنتيجة بطلع ربحان. ما شاء الله عليك يا أخي. أبو حازم، اليوم ما سمعنا صوتك. ها؟ لا ما في شيء، بس عم اسمعك هون. لحالنا ما رح يطلع بإيدنا نشتغل هيك قصة، على القليلة أول فترة. والله حكيك مزبوط، هي الشغلة بتبين سهلة بس هي أبداً ما أنا سهلة. طيب خلينا نجرب نحكي مع الأستاذ فواز. أنا بقول إنه مو حلو هيك نحكي من رأسنا لرأس الأستاذ فواز، لازم أبو حازم يكون موجود. أنا حكيت مع أم حازم وبتكون أكيد خبرته. لازم أبو حازم يكون موجود. ليش؟ يا حبيبتي أنا وياكي ما بنعرفه، أبو حازم هو يلي بيعرفه. لك هو إذا بيكون معنا بيكون أحسن، بس بركي ما بده. واحدة واحدة ميس، شوي شوي. أول شي بنسأله لأبو حازم وبناء على جوابه بنشوف شو بنساوي. والله بتشغل عقلك أنت، ما بيطلع معك شي. إذا حبيت شوفي حاجة طلك كلاسيك. شبك الآن؟ ما عم يروح من بالي حديثه للأستاذ فواز عن البورصة. أنت ليش شاغل بالك فيها كل هالقد؟ ما بعرف، والله ما بعرف. لك صار لي 18 سنة عنده، بعمره ما فتح هيك موضوع قدامي، ويا ريت ما فتحه، خربط لي كياني من وقت لهلا. لا تشغل فكرك ولا على بالك، نحن أمورنا بخير والحمد لله. سامية حبيبتي أنت، غمضي عين وفتحي عين منكون صرنا ختايرة. قليلي شو قمنا لكبرتنا؟ ولا شيء. هالكام ليرة هدول يدوب يعيشونا 5 سنين، هاد إذا ما انفتحت علينا بواب المرض. ييييي قديش راح فكرك لبعيد. أنا ما بعرفك متشائم كل هالقد. لا متشائم ولا شيء، بس إذا أنا ما بحكي راسي هاد وجعني من التفكير. أنت ليش عم تخوفني؟ يعني الحمد لله عنا بيت وسيارة، ومثل ما قلت لي شوية مصاري بكفونا 4-5 سنين. يا سيدي أعطينا عمر لبعدين. لك الله يقيم من عمري ويحط بعمرك. بعيد الشر. شوف إذا مرتاح إنك تشغل مصاريك مع فواز خلص شغلهم. خايف إذا ما شغلتهم اندم، وخايف إذا شغلتهم اندم أكتر. لا حول ولا قوة إلا بالله. الصحيح لا تقسم، ومقسوم لا تأكل، وقول لحتى تشبع. ايه وبعدي؟ ايه ماجد ما قبل لا بحلال ولا بحرام. يا الله يا فاتن، يعني ما بكون تروحوا معنا لعند الأستاذ فواز مشان نحكي معه؟ لا ما رح أروح. أنت روحي، وأول ما تطلعي من عنده اتصلي فيني وخبريني. يعني احتمال أنا شارك الأستاذ فواز بدون علم ماجد.
عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد. بكره بس المصاري تجي والارباح تدور اكيد ماجد رح يوافق. إيه يعني انت كيف بدك تجيبي المصاري بدون علم جوزك؟ إيه هلا انا معي شويه مصاري واذا حسيت القصه محرزه ببيع صيغتي. على عيونك شو قويه. طيف. شو خطر لكم انه انا ممكن شارككم او شغلكم المصاري اللي معكم؟ لا تفهموني غلط يا جماعه، الاحاديث اللي كانت تدور بيناتنا كانت من باب الدردشه لا اكثر ولا اقل. عفوا استاذ، ليكون ما عجبك اللي عرضناه عليك؟ لا يا مدام، هذا مو قصدي. اولا انا مالي بحاجه مصاري، وبفضل الله ما عندي نقص بالسيوله، وابو حازم بيعرف هالشيء. وثانيا انا ما بحب شارك حدا ولا شغل مصاريات لحدا، يعني هي القصه انا كلها ما بحبها. عفوا استاذ، يعني عفوا، يعني هيك انت حطمت لنا امالنا. طول بالك يا استاذ، اللي بسمعك عم تحكي هالحكي بفكر انه انا وعدتكم بشيء وعم بخلف هلأ في وعدي. مو هيك القصد يا استاذي، قصدنا نستفيد من معرفتك وعلمك بشغله نحن ما بنعرف عنها شيء. ها اذا هيك يعني إذا معكم شوية مصاري ممكن تتشاركوا مع بعضكم بمشروع صغير على قدكم. شو مشروع يا أستاذ؟ شو الشغلة؟ سيخ شاورما ولا سوبر ماركت؟ نحنا بدنا نفتح مشروع وبدنا فكرة ما حدا غيرنا بالبلد عم يشتغلها. يا مدام هي ما هي فكرة جديدة، أنا بعرف كتير تجار عم يشتغلوا هالشغلة هي. استاذ عفوا، يعني حابب تخجلنا؟ صدقوني انا مالي حابب خجلكم، بس هذا اخر كلام عندي، وبتمنى انكم تتفهموني وتعذروني. الاحلين يفكروا اني قايل لهم ما يشغلوا المصاري. لك يا فاتن، لا بحلال ولا بحرام عم يرضى. ايه لكن عند ابو حازم عم نحكي مشان لاقي طريقه نقنعه فيها. ايه خلص، يلا انا هلا بس اطلع على البيت برجع بحكي معك. يلا باي باي. ابو حازم الوحيد اللي قادر يقنعه. شلون؟ الاستاذ فواز كلمته كلمه، ما له واحد خفيف لحتى ياخذ قرار اليوم يتراجع عنه ثاني يوم. بصراحة أنا صرت مصرة أنه نشتغل معه أكثر من الأول، باين عليه الزلمة نظيف وعينه شبعانة. أبو حازم، أنت خذ وعطي معه بهالفترة، لأنكم عم تطلعوا وتروحوا وتجوا معه بالسيارة. هلا على سيرة السيارة، ليشك سيارته باينة كثير عادية؟ يعني ما بتليق بواحد مثله. يا ستي مسامر. أبو حازم بلا هي مسامر، والله ما بحبها، خلص قلي ميس. تكرمي يا ست ميس. الأستاذ فواز هي مظاهر كلها ما بيحبها، رجال ولدان وبتمه معلقة من ذهب، يعني ما بحاجة ليركب سيارة فخمة لحتى يعرفوا مين هو. خلص أبو حازم احكي معه معناتها. أبو حازم الشغلة ما بدها تفكير، كلياتنا إلنا مصلحة نشغل مصارينا معه. صباح النور. ان شاء الله اصبحت اليوم تمام. الحمد لله الحمد لله. شو جاهز نمشي؟ يلا 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 يلا. Thank you.
لك طالع لي روحي لحتى قبل اخيرا. يا لطيف شو صعب هالرجال. والله الاستاذ فواز لانه صعب ولا شيء، حدا ديناميكي وسهل جدا، بس القصة انه ما بده يشغل مصاري لحدا، قال ما بده لا هالمسؤولية هي ولا وجهة الراس كلها. يعني هلا بالاخر رضي ولا ما رضي؟ رضي. ايه منيح، لكان لخبرها لميس صرعت راسي من اسبوع لهلا. خبريها. وهي مصاري يا استاذ فواز يا ريف. جايبين كل هالمصاري لهون، انا شو بدي اعمل فيهم؟ لكان شلون بدك اياهم استاذ؟ يا مدام القصه مو قصه مصاري. في كلمتين لازم نحكيهم اولا. احكي استاذ، قول تفضل. احكي شرك. انا سندات امانه وشيكات ما بوقع. بخلي المحامي تبعي يعمل عقد شراكه بيني وبينكم ومسجله بالماليه، واذا بدكم جيبوا محامي من عندكم، خلي يكتب العقد وباخده بفرجيه للمحامي تبعي. شو يا شو هالحكي يا استاذ؟ الشغله لا بدها لا سندات ولا عقود ولا شيكات، ولو نحن مأمنين بالله وفيك. يا مدام هذا الحكي ما بيمشي. بالاول في كلمتين لازم نحكيهم. شرف تفضل. عم نسمعها. قريت العقد أكثر من 10 مرات ما فهمت شيء. حبيبتي أنا ما قريته أصلاً، بس المهم إنه قبل ياخد المصاري. ميس شو رأيك ظبطي لي موعد معه بدون ما حدا يدرى؟ هو المشكلة إنه ما عم يصير فرصة إنه التقى فيه لحالي. وشو الحل؟ كلكم شغلتوا مصاريكم إلا أنا؟ طيب شو رأيك تحاولي مع ماجد مرة تانية؟ ماجد رح يجنني. كل شيء كنتوا تعملوه مشان تقنعوا الاستاذ فواز يشغلكم المصاري، انا كنت انقله لماجد بس مباشر، بس ما كان يقتنع. طيب هلا انت شو رايك تدقي عليه الباب وتعرفيه عن حالك؟ ميس بلا جذبه، يعني كيف بدي دق عليه الباب وعرفه عن حالي؟ اكيد رح يعرف انه انا مرته لماجد. بس في حل. شو رايك تقولي له انه انا بنت خالتك؟ المهم ما حدا يدرى انه انا مرته لماجد. حبيبتي فاتن، شو رأيك نحكي لشادي؟ على فكرة واضح إنه أنتِ ما بدك يعني استفيد واستنفع. لك لا والله لا والله، عن جد أنتِ عم تفهم القصص غلط، شبك؟ خلص خلص ميس، انسي الموضوع، أنا ما عاد بدي أساساً. إيه روقي روقي، طولي بالك، خلص أنتِ اهدي وأنا إلا ما لاقي لك حل. طولي بالك. تسلم ايديك يا ام طاهر. اسكب لك كمان؟ لا 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 ام طاهر، انا اذا ببقى بهالبيت اسبوع تاني بصير وزني فوق ال 150 كيلو. صحتين وهنا. ابو حازم لما حكى لي عنك فعلا ما وفاكي حقك. انت وابو حازم ولاد اصل. تسلمي تسلمي يا ام طاهر. خير ام طاهر، في شيء؟ استاذ هدول مبلغ 200,000 كنت قايمتهم لجوازة ابني طاهر، بس باينتهم طولة. في مجال تشغل لي اياهم معك، والمرابح ما بدي اياهم، حطهم فوق المبلغ لبين ما الله يفرجها. بركي يعني بركي بصيروا مبلغ محرز. تكرم عينك يا ام طاهر. تسلم يا رب. ايه شو هالاستاذ فواز؟ لك بالدقيقه والساعه واليوم الارباح عم توصل لحسابي بالبنك. ولهلا ماجد ما حس عليكي؟ لا، هذا الحساب ما بيعرف فيه ماجد، بس يعني هيك عم حس بشوية تأنيب ضمير، عم فكر إله حرام خبي عليكي لهالوقت. الله يعينك، شو بده يعمل فيكي بس يدرى؟ إيه شو بده يعمل؟ بعدين طلع هو غلط وأنا صح، ليك المصاري إلى مع فواز 3 شهور ولليوم ما خاوز معي، يضحك بعبه إنه أنا شاركته.
قلتي ميسو إلك ولا للديب؟ خير. خالتي محاسن معاها شوية مصاري، عم بقول لحالي بركي أنتي بتحكي مع فواز يشغل لها ياهن. حرام خطي، خليها تعيش من أرباحهم. لك يا على عيونك، هي خالتك مو ماتت من 10 سنين وعضاها مصاري ومكاحل؟ لا، هديك حسنة اللي ماتت. يا الله يرحمهم أحياء أموات ويرحم كل عائلتكم. آمين. يعني ما أقول كل الجيران غلطانين وأنت الصح؟ أنا ما قلت إنه غلطانين، أنا قلت ما بقدر نام إلا إذا كانوا مصرياتي تحت البلاطة. طيب خلي هالبلاطة تصير بلاطتين، من شو بتشكي يعني؟ زيادة الخير خير. لا 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 أختي، ما بيناسبني، ما لي مصلحة، خلي مصرياتي تحت البلاطة. هيك آخ منك آخ. أنا لو كان معي شوية مصاري كنت ما ترددت لحظة أعطيهم لفواز. لو كان معك، بس ما معك. طالما بلاطة وبلاطتين عم تقولي لي، هلا رح اسمع غنية اسمها ميل يا غزي، ويا غزي الميل. زي وين؟ الأستاذ فواز اختفى. شلون يعني اختفى؟ صار له فترة بيجي على الشركة مو على بعضه، ونحن ما بنقدر نسأله شو فيه، ومن 4 أيام انقطع عن الشركة نهائيا، وما بنعرف إذا كان مسافر ولا لا، ما عطانا خبر أبدا. إيه شو إيه؟ اليوم إجا محضر معه شرطة، وقال إنه بدهم يحجزوا على الشركة وسكروها بالشمع الأحمر. وقت سألنا على الأستاذ فواز قالوا لنا مسافر برات البلد. ومصارينا؟ يمكن طاروا، وطاروا مصاري البناية كلها. طاروا؟ ناس من دفا ما بتعرف جفا من نبع الوفا. عطفوا الحبا وجع السنين، لفوا بالحنين وجع السنين، لفوا بالحنين لنا وراء ناس وناس معدنهم الماس. ناس وناس معدنهم الماس، شربوا من
الاستاذ ده القلب احترق. السنين لفوا بالحنين.